عبد الناصر زيدان أحد أشهر الإعلاميين الرياضيين على الساحة المصرية في الفترة الحالية، ولما لا؟ فهو من تمسك بمشروع برنامجه كورة بلدنا حتى أصبح من أشهر البرامج الرياضية في الفترة الأخيرة. يا جماعة، سنة 93 دخلت النادي الأهلي بشنطة اشتريتها من العتبة ب5.5 جنيه، ووقفت على باب النادي الأهلي معايا جواب من جريدة الأحرار عشان أغطي النادي الأهلي ألعاب أخرى وليس كرة القدم، لأن كان زميلي المحترم الأستاذ جمال جبر رئيس المركز الإعلامي في النادي الأهلي وقتها هو الصحفي المفوض بتغطية كرة القدم كاملة، فكان في مشاكل ودوني للكابتن عدلي كان مدير عام النادي الأهلي، احتضنني بقوة وسهل لي ما كنتم يعني أتمناه وزيادة، ودامت العلاقة وعرفني بالكابتن صالح سليم، وزاد على ذلك انه قدمني للكابتن صالح كواحد من الواعدين لمستقبل اعلامي كبير، وخصني الكابتن صالح بكلمات وشبه حوار لانه بعض الاسئلة الصغيرة طرحتها عليه، وقال لي مدام زكاك عدلي فانا اثق فيك. وبدأ عبد الناصر زيدان والذي تخرج من جامعة الأزهر حياته المهنية في عالم الصحافة بالعمل في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، وبرع اسمه رغم صغر سنه وقتها في تغطية العديد من الأحداث الرياضية حتى انتقل للعمل في المجال الإعلامي. أهم لحظات عبد الناصر، والله الشوط الاول كان واضح انه هيبدأ بحماس شديد من النادي الاهلي، خصوصا بعد تعادل الزمالك النهارده مع السويس، ولكن الاهلي فاجأ الجميع وجماهيره الكبيره انه هو اول 10 دقائق كان مضغوط من المحله، ولكن استطاع ان يستعيد توازنه بعد 10 دقائق، وركز هجومه على الناحيه اليمين، وفي احسن كابتن الشناوي بانه نزل نمره 17 ناحيه ابراهيم حسن، ولكن انا استطاع انه يخطف هدف جميل لفليكس، واتوقع ان الاهلي يفوز 2-0 في الشوط الثاني، وهيتحسن الاداء كثيرا، خصوصا ان الاهلي اللي فوزه النهارده هيخليه على قمه الدوري. وحارب زيدان وقام بالنحت في الصخر من أجل تغطية دوري المظاليم لكرة القدم، أو كما يطلق عليه حاليا دوري الممتاز به، حيث ظل لفترة ليست بالقصيرة هو الوحيد في تغطية أحداثه من خلال شبكة مراسلين في كل المحافظات والمراكز، حتى ساهم في رفع القيمة السوقية لهذا الدوري وتم بيعه لبعض القنوات في الفترة الأخيرة. عايز نعرف شعور حضرتك النهاردة بعد استلام الجائزة من النادي النهاردة. اولا انا بحييكم وبحيي شبكه يقين على تواجدها في مكان بعيد زي الشروق، ولكن مع نادي جرين هيلز ومع اعضاء جرين هيلز في عيد الربيع، وعايز اوجه تحيه ايضا للاستاذ محمد حامد المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز وكل القائمين والزميل الاعلامي سيد خميس المستشار الاعلامي للنادي، وعايز اقول ان شرف كبير ليا ان انا اكرم من هذا النادي وسط هذا الجمع من الاعضاء في عيد الربيع، التكريم بعتز به جدا، لان التكريم عندما ياتي من القاعده من الناس البسيطه يستوجب عليك انك تتواجد وسط الناس، يستوجب عليك انك توجه تحيه شكر لكل عضو في النادي، لكل ابن، لكل بنت، لكل طفل، لان دايما التكريم لما بياتي من الناس والانديه المحرومه اعلاميا حتى من القاء الضوء عليها لمجرد انك انت بتهتم بيها، اعتقد ان ده شيء بيبقى شرف كبير ويتساوى باكبر منصات التتويج والتكريم من وجهة نظري. الدرع اللي انا ماسكه ده بعتز بيه كما اعتز بالدرع اللي انا خدته من ملك البحرين من حوالي شهرين عندما جاء الموقع ثانيا على مستوى الوطن العربي في كأس الخليج، شيء بعتز بيه جدا، لانك انت في النهاية بتحتاج مثل هذه الدفعات بتعطيك مزيد من التفاؤل، مزيد من الأمل في ظل بلد تعاني من مجموعة من الأزمات، نتخطى بمثل هذا التكريم على كثير من العقبات والأزمات والمشاكل عشان نقدر نؤدي واجبنا بشكل أفضل وأحسن في الأيام القادمة. عايزين نعرف آخر أخبار الأستاذ عبد الناصر زيدان.
والله بص انا يعني حاليا متفرغ للموقع، موقع كرة سبورتس، وفي نفس الوقت برنامج هنا القاهرة مع الكابتن مصطفى يونس على مودرن، بحضر لحاجة قوية جدا على الموسم الكروي الجديد، اتمنى انها تعجب الناس زي اللي احنا قدمناه قبل كده، سواء من خلال دريم سبورت او من خلال العديد من القنوات اللي احنا اشتغلنا فيها، انا وزمايلي وفريق العمل اللي معايا واللي انا معاهم بنبحث دائما عن تقديم الافضل، ما بنستعجلش ان احنا نظهر، بمقدار ما احنا بندور على ان نؤدي رسالة محترمة ورسالة للاعلام الرياضي العربي ملؤها الاحترام، سواء للمشاهد او للعبات اللي احنا بنتناول اخبارها، بعيدا عن الاسفاف والاثارة التي ادت بينا الى هذا المنزلق وودتنا الى ما حدث في بورسعيد. نتمنى ان احنا نقدم الافضل في المستقبل، واعتقد ان الجوائز اللي احنا بنحصل عليها دي بتخلينا نتمسك بان نقدم الافضل. ويستمر الأسطورة عبد الناصر زيدان في عمله الإعلامي رغم المعوقات التي يتعرض لها، إلا أنه يتخطى كل هذه الصعوبات بإيمانه بعمله الإعلامي ومن قبلها بتمسكه بفكرته والتي لا تموت أبدا، مثلما يردد دائما في كورة بلدنا. تليفونات كثيرة جدا منذ أذان المغرب، مئات التليفونات جاءتني من بعض الأصدقاء ومن الإعلاميين ومن كثير من الأصدقاء المحترمين وزملائنا ومتابعي برنامج كرة بلدنا، يسألون عن البرنامج وأخطروني أنه في هناك أقاويل بإيقاف برنامج كرة بلدنا. أنا ليس لدي أي معلومات بهذا الموضوع من قريب أو من بعيد، وللأسف الشديد يعني حاولنا نتواصل مع المسؤولين في المجلس الأعلى لشؤون الإعلام، يبدو ان احنا محتاجين نكلمهم صباحا، لان طبعا اتصلنا بهم مساء وحاولنا نتواصل مع المسؤولين هناك ما قدرناش نوصل لحد، لانهم يبدو انهم الناس انهوا عملهم ويوم العمل بتاعهم خلص، فما بيردوش على تليفونات، لا هواتف محمولة ولا تليفونات أرضية. فمن المفترض نشوف بكرة صحة ما يقال، هل فعلا هناك قرار بإيقاف برنامج كرة بلدنا من عدمه؟ الله أعلم ورسوله. ولكن في الأخير عايزين نقول أنا شخصيا عبد الناصر زيدان بحترم جدا مؤسسات الدولة، وأي قرار يخرج أنا راجل فخور بإني أنا مصري، أحترم مؤسسات دولتي، هناك قنوات شرعية إذا صدر قرار بحقي أو بحق البرنامج إيقاف أو عدمه سأتخذها قانونا، وإذا كان هناك لي حق سأناله، وأنا أثق ثقة عمياء في المجلس الأعلى لشؤون الإعلام، وأثق جدا في الأستاذ الكبير والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، إني لا يمكن أن يكون هناك ظلم على مذيع أو على إعلامي أو على برنامج ويسكت عليه الرجل أيا كانت التقارير. ولكن بالفعل أصدقكم القول، أنا لا عندي تفاصيل ولا عارف أي حاجة، ولا عارف في إيقاف ولا عارف ما فيش إيقاف، ولا عارف في أسباب ولا عارف إيه هي الأسباب ولا أي حاجة. وتصدر زيدان المشهد الرياضي بقوة ببرنامجه كورة بلدنا، والذي انطلق منذ سنوات وطل علينا من خلاله في العديد من القنوات التلفزيونية، حيث كان دائما صاحب السبق في العديد من الملفات الخطيرة، ولعل أهمها الملفات الشائكة المسكوت عليها داخل نادي الزمالك، فضلا عن العديد من الملفات والقضايا الهامة في الرياضة المصرية والعربية، بالإضافة لأخبار ومباريات الدوري الممتاز به.